فهاد المقهى اللي كتشوفوه في الصورة الآن عرفت واحد الجريمة قتل بشعة نهار 10 في هاد الشهر، أي غشت، مشى ضحيتها مغربي منحدر من مدينة طنجة. تفاصيل الحديث على حسب ما أكدوا لنا بعض الشهود العيان أنه كان هناك خلاف مادي ما بين الضحية وبعض الألبانيين، والبعض الآخر من الشهود قال أنه اشتباك عادي ابتدأ بمشادات كلامية، وهذا الاشتباك انتج عليه وفاة مغربي مسمى قيد حياته عزيز اللي عمره 39 سنة ومقيم في بروكسل منذ أزيد من 16 سنة. بعد ما تعرض ل 14 طعنة بواسطة سكين من الحجم الكبير على مستوى الظهر والقلب، لما جات الشرطة والإسعافات لمسرح الجريمة لقت الضحية عزيز غارق في دمه، والألبانيين اللي ارتكبوا الجريمة هربوا، لحد الآن ما زال البحث جاري عليهم. في هذه الجريمة أن الضحية كان مسجل لدى السلطات البلجيكية باسم غير اسمه الحقيقي، ولكي يتم تسليم الجثة ديالو خاص من اللازم تحديد الهوية ديالو عن طريق القنصلية المغربية، وهنا كان المشكل لأن السلطات البلجيكية تسلمت معلومات شخصية للضحية مخالفة للاسم المسجل لديها، وهذا الشيء اللي خلاهم يرفضوا تسليم الجثة للأهل ديالو حتى تقوم السلطات المغربية برفع البصمات وتحديد الهوية الحقيقية للضحية. لكن مع الأسف القنصلية المغربية تماطلت في رفع البصمات وما دارش الخدمة ديالها، والسلطات البلجيكية ما زال كتسنى القنصلية، وما زال حتى لهذه اللحظة جثة عزيز في مستودع الأموات. وهل الضحية هما اللي كيتحملوا نتيجة التماطل واللامبالاة ديال القنصلية؟ وبهذه المناسبة كتقدم أسرة إميرو 24 بالتعزية الحارة لكافة أفراد أسرة عزيز، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبي الله ونعم الوكيل في القنصلية المغربية ببروكسل.